مفهوم النسبية، إن تحديد موقع الجسم يعتمد على الإطار المرجعي الذي ينسب إليه. ما هو الإطار المرجعي؟ مثلا إذا أردنا تحديد نقطة مثلا في بحر بالنسبة لشخص واقف على شاطئ، أو بالنسبة لشخص واقف يقف على برج، أو بالنسبة إلى شخص واقف مثلا يقف في مركب. إذا هذه النقاط الثلاث هي تسمى إطار مرجعي، يعني موقع أو مكان أو نقطة يتم عندها دراسة حدث أو ظاهرة. إذا مثلا أردنا أن نرى كرة معينة من عند شخص يجلس في مقاعد، أو بالنسبة إلى شخص واقف في مكان معين، إذا هذا بشكل عام معنى الإطار المرجعي. وقد يكون الإطار المرجعي حالة سكون أو حركة. مثلا إذا كان الشخص الذي قلنا عنه أنه يجلس في مركب، يكون المركب متحرك أو أن يكون ساكن. نفس الشيء لشخص يتحرك أو شخص ساكن. فإذا كان الشخص في حالة السكون يراقب حركة جسم ما، يمثل إطاره مرجعيا في حالة السكون. إذا يكون نسميه إطار مرجعي سكوني. أما إذا هناك كان شخص يجلس داخل سيارة متحركة بسرعة ثابتة مثلا ويراقب حركة جسم، يمثل إطار مرجعي يتحرك بسرعة ثابتة، إما إذا سكوني أو حركي. الآن ما معنى الأطر المرجعية القصورية؟ هي الأطر المرجعية التي تتحرك بسرعة ثابتة بالنسبة لبعضها البعض. مثلا لدينا شخص يتحرك وسيارة أيضا تتحرك، يشاهد هذا الشخص الذي يتحرك سيارة شخص آخر في سيارة متحركة. إذا هذه أطر مرجعية تتحرك بسرعة ثابتة بالنسبة لبعضها البعض. مثلا لدينا مثالين، شخص يقف على جانب الطريق في حالة السكون، يراقب حركة جسم ساكن أو يتحرك بسرعة ثابتة. إذا شخص يقف في حالة السكون يراقب حركة جسم، إما أن يكون ساكن أو يتحرك بسرعة ثابتة. أو مثلا شخص يجلس داخل مركبة يراقب حركة جسم آخر، والمركبة هذا الذي يجلس فيها هذا الشخص تتحرك بسرعة ثابتة، والجسم الآخر في حالة سكون أو يتحرك أيضا بسرعة ثابتة. ماذا لو أجرينا الآن تجربة معينة في إطارين قصوريين؟ مثلا لو أسقطنا قلما على الأرض، أنا الآن أقف على الأرض، أسقطت قلم، هذا القلم سوف يتحرك رأسيا إلى الأسفل. إن سلوك القلم هذا هنا يخضع لقوانين نيوتن في الحركة. الآن لو أسقطنا هذا القلم وأنا في داخل سيارة متحركة بسرعة ثابتة، سيسقط هذا القلم ويتحرك بالكيفية نفسها الذي سقط فيها في أثناء وقوفي على الأرض. وهكذا يعني أن القلم في كلا الإطارين المرجعيين، الإطار الأول وأنا واقفة والإطار الثاني وأنا أركب السيارة، تخضع لقوانين الحركة نفسها. هذه النقطة جدا مهمة. إذن قوانين الميكانيكا تبقى نفسها في الأطر المرجعية القصورية، وهذا عرف بمبدأ نسبية غاليليو. إذا مبدأ نسبية غاليليو تنص على أن قوانين الميكانيكا تبقى نفسها في كل الأطر المرجعية القصورية. هذا جدا مهم.